صور مش عارفين صور في معناها السفير ويهري ما يصورين إلا موية وجدوا وحي هذا كلية اللي يستشفعوا بين إن الله وصف عاد البان إلا الله يستعبدوه مركا يسوى عبدين وصف عاد البان معناها جين كتن بجين سوري وحي واركان صالحين يا هاي مثل هاي راهي صالحين كاس موية الصور سفير ويهري جدوا وحي هاي إلا الله سبحانه وتعالى وصف عاد البان إذا بمركا يؤبرينا وحوا يعبدينا وحوا الله لا وحي أبعيان إهبل وورنيه عبدون وعبدين دليلا أخبرت أنا وحوي معها شيخاني إنه الشيخ اللي من وحوي وشرح ابن عباس وقصر حاد داوي وصحيح البخاري وقصر الله فلما فعلوا ذلك مركز لا فلان أو شرك لا سبيين الغلو في الصالحين كل حين أرسل الله إليه نوحا الله سبحانه وتعالى وحوته ترينه من نوح عليه السلام ليردهم سوء وسوء عليه إلى دين آدم ودريته دين النبي آدم بعروف في الذين مضوا قبل التبديل هو أسوء بدبي وتبديل تخار أنت دين تبدل من بس حق خسر الله يدهي العالم مع أي آلم دين تأهستين إلى أوي يرى إلى إله صدري فكان وحوها من أمر المأرك وحوها مع قصة الله في كتاب يعني فعلا كتاب اسمه سيد وإن حق الدينيين فأمرك إسلام في أوي يرى أي سيد في سيدين مباليسين هاي إنا لنا راشا في طلالة هي باي وانفوار من الخصوة والتر بس باي aya ku tirsan yahay in xaq iyo diin in badan waa xaq ugu yaray markii dambe Allah subhanahu wa ta'ala duufan buu kan iyo waa la halaagay waxa la badbaadiyay in si safiyada sarnay markii dadkii la wada halaagayna waxa way arladii diin markii baaqayaan diin ruux la qay waxa la soo dejiyay oo ka soo dejiyay safiyada waa nooc iyo asxaabta safiyada thumma amara nuusan wa ahli safiyada al-ard nuus iyo safiyada sarnada waxa amiraa arladii وبارك الله فيهم الله نواته يدحوه ويهي وفرسيه ومعنى واثر منه وانتشروا في الأرض أرلجنا وخصاصين أمما يو أملا وبقوا عن الإسلام إسلام بين خصوصنا ين مدة المدوء لا ندري ما قدرها أن نجرانين قدر كلين كواها ومتور أرلجنا وحي مدوء آدم يحوى وإسلام خصوصنا مؤمنين دريني وحوى مدوء قرون كتب وحوى بادي وذي wixii baayowey markii arlada laga siiyey ilaahay ilaalina arlada waxa u soo raacdana waa nuur iyo muhammad kuma hadlasa sirku sallallahu alayhi wasallam sidina waxa dhacay sirkii oo nabi nuur iyo xaw safiina markii arlada amireen oo arlada ay ku bateen sabuurada islaam falaasi sidina waxa dhacay sirkii sallallahu alayhi wasallam waxa uu diray rasuulka wama min ummatin wa man nabiyyi illa wa qad ba'atha allahu fiha rasulan inna allaha u soo diray nabiyyi rasul يأمرهم أمر أيه بالتوحيد وتوحيد أمر أيه وينهارهم في الرياضة عن الشرك والشرك والتوحيد كما قال تعالى في الله رؤيه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة في بعثنا وانتصر بحنا في كل أمة الأمور البدع في الرياضة عن قصص أرني رسولا رسول ما قصص أرني رسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عبد الله الله عبده يكتن يمد أغوطة أغوطة السيادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي تقول ما هو أذن والبا وحتى لا يصل إلى سجدي ثم حدث أسرك وفارس الله رسولا سجدنا واحد على السرك النبي الله يا أصحاب السرك لما كان الله يفع عمرين والله يعيش بطين فقرد الإسلام فلا يكفي سجدنا واحد على السرك قالوا الله جناس قدر رسولك وما من أمة ومن نبي سرك إلا وقد بعث الله فيها رسولا إنه الله قدر منه رسول يأمرهم أمر أيه بالتوحيد وتوحيد أمر أيه وينهارهم في الرياضة يعني الشرك السفلي الخيري كما قال تعالى في الله أيري ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة في بعثنا وأنكفى بحنا في كل أمة نمر البدع في الرياضة أنكفى فارني رسولا رسول ما أنكفى فارني رسول كان صلى الله عليه وسلم قال لها يعني عبد الله الله عبدا وستني متى غوت وباغوت من خلالة النبي صلى الله عليه وسلم داود بن موسى أذن والبا وحكي لو ترك لي سجد لي أذن والبا وحكي سبح وين الله سبحانه وتعالى عبده وكعب القاتل والله أنه لم يدمع رأوه اللي يسون عمر كان له كان كان أذن والبا ومسا هنسى خلافة وقبحة عم الدين آلم ها أهل وعم الدين ها أهل داود بل إرادة سيدان قوح وروا داود محيي لي والأدعاء وحكي لو ترك لي عبارة الله إنه حبيره كان كان وصدق بي أول سؤال الله ديني سجل وصدون إياه إلا رعاه ووحوا يسوء انتصى النار بقو يريا وانت الله وحوا يتسام كالله في سنة رأي سلا وحوا يدون إياه إلا وطق منه وحوا يسوء ودني إلي سبايا وطاقوف وفض ودون إياه وحوا يسوء إن قيامه يرادة ضيبان إياه أما حلا ينسى الكراء أما وحوا ما رسال الله سيئة أوده إرادة وان أوده
qofkaasna waxa way dumar daaquud wey marka dawaaqiid waa nooga badan yahay. waqaala tacaala waxa allah yihi subxaanahu uma arsalnaa rusulana asasa, kadibna waxaan dirnay rusushiyadii dad raacyo xereersan baan dirnay oo marna xaq uma kala go-aynin. markii waxa weye aasaartii nabigii hore ka tigi ee baaba-aysaba waxa weye kii baaba-aysaba nabi baa la soo dirayay. kulamaa jaa ummatan rasuulahaa kadabuu, ummad walba markuu nabigooda u yimaado oo rasuulka allah usoo diray u yimaado kadabuu waa beeninayo. falamaa dakara markuu allah shaqay subxaanahu alqasasa sheekooyinka markuu looga sheekeeyey suuratu shucaraa, suuratu shucaraa waxaa looga sheekeynayaa umaro badan, nebi nuux iyo qoomkiisi iyo nebi hood iyo nebi saalax iyo nebi maaragtay lood iyo nebi shucayb iyo baa looga sheekeynayaa wixii kala dhex maray iyo qoomankoodi. sheekooyinka markuu allah ka sheekeynaya wuxuu yidhi fadama kula kasatin, kasar walba waxaa lagu soo qasayay biqowlihi hadalkana, ina fii dalika laaayatan, arrinkaa waxaa ku sugnaaday dhexdiisa laaayatan aayad calaamad baa ku sugnaatay, arrin wax lagu garta weeye. wamaa kaana aktaruhum, mana ahayn badankood mu'miniina, kuwa muwaxidiina ma ahayn oo allah waqasa lahu subxaanahu allahu marka wuxuu ka sheekeeyey iyo maafadka wuxuu ku sheekeeyey qasaa laazmina annaga daraaddeed oo aayad inay noo noqdaan cibro aan ku cibro qaadano ayaa ilaahay nooga sheekeynayaa. kama qaala tacaala sida allah u yihi laqad kaana fii qasasihim, waxaa ku sugnaa baa layihi qasaskooda iyo sheekooyinkooda nebiyada laga sheekeynaya cibra kun cibra ku sugan oo waxa weye waxaa ku sugan arrin lagu wana qaato lowlin albaabi dadka ul albaabka qulubta wanaagsan leh wax garanaya dadka waxaa ugu sugan baa layihi cibro. maa kaana xadiisan yuftaraa, ma aha sheeko la been abuuranayo, ee waxyii waxa weye allah subxaana watacaala xaji ku yimid. walama ankara allahu calaa unaasin min haadihi lumma, markuu allah ku inkiray dad ka mid a ummadda nebi maxamed sala allahu alayi wasalam fii zaman nabiyi sanadkii nebigu joogay sala allahu alayi wasalam, markuu allah ku inkiray ashyaaa facaluuha ashyaaa kale, waana dadkii munaafiqiinta ahaa nebi maxamed sala allahu alayi wasalam la sheegay sida alqur-aanku ka hadlay suurat tawba waa laga sheekeeyey. dadkan markii laga hadlaayey oo khaladka ay ku dhaceen la daaweynayay oo iyaga lala hadlaayey allah wuxuu yihi alam yaatihim, mawsam u imaan oo bimacnaa mawaynan helin naba ulagiina min qablihim, khabarkii din ka wariyay mawsam u imaan qowmi nuuxin waa caadi wa samuud, qowmkii nebi nuux iyo reer caad iyo samuud oo qowm ibraahim iyo nebi ibraahim qowmkiisii iyo asxaabi madyan asxaabtii reer madyan dadkaas akhbaarku iyo mawaynan helin. macnaha waxa weye halkaa laga qaadanaya marka qof allah le qofkii sheeganaya nebi maxamed sala allahu alayi wasalam waxaa la doonayaa qisaska inuu ka cibro qaadanayo oo markaa iska ilaaliyo khilaafka markaa allah, haddii kale waxaa ku dhacaya wixii dad kale ku dhacay. wakadalika kaana rasuulu llahi sala allahu alayi wasalam, sidaas oo kale rasuulku wuxuu ahaaday qufka cala asxaabi asxaabta uga sheekin jiray qasasa man qablahum, sheekooyinkii dadka horeeyey liyactabiruu bidaalika si ay ugu cibro qaataan. wakadalika sidaas oo kale ahlulcilmi, dadka cilmiga lahaa muslimiinta ahana fii naqlihim siirati rasuuli illahi sala allahu alayi wasalam, markay noosa rareen oo noosa gudbiyeen sheegadii nebiga sala allahu alayi wasalam oo noosa sheekeeyeen waxbaa noogu soo qoreen. wamaa jara lahu maca qowmihi, iyo wixii dhex maray rasuulka iyo qowmkiisi, wamaa qaala lahum, wixii uu ku yiri oo u yeeray, iyo wamaa qiila lahu, wixii loogu jawaabay sida lagu yiri marka arrintaa laynoosoo gudbinayay. wakadalika sidoo kale marka laynoosoo gudbinayay naqlahu siirata saxaabat sheegadii saxaabada markay soo gudbinayeen ahlulcilmigu, wamaa jara lahum maca kufaari, iyo wixii dhex maray saxaabada iyo gaalada markii nabi maxamed waqtigii bitabaasha bacdi dadku markay gudoobeen saxaabada iyo gaalada wixii kala dhex maray walmunaafiqiin iyo munaafiqiinti wadikrum, iyo xusida ay ka sameeyeen ahlulcilmigu axwaali culamaa ee axwaashii culamadii muslimiinta iyo bacdi oo masxaabada ka dambeeyey. arrimahaas odhan waxaa laynoo kusoo sheegayaa siiradii nabi maxamed sala allahu alayi wasalam ee saxaabadii iyo culamadii ka dambeysay. arrimahaas odhan waxaa laynoo ku sheegayaa kullu dalika liajli macrifati alkhayri wa shari, garashada macnaha khayrka iyo sharta daraaddeed inaan kala garano khayrka iyo sharta baa laynoo ku sheegayaa. dhibaatooyinka dalika marka arrinkaa kaa fahamtay oo qasaskan ilaahay inoo sheegaya kitaabka ku jira in innaga daraaddeed laynoo ku sheegayo oo inagana ka cibro qaadano la doonayo arrinkaasaa ogaata faclam, waxaad ogaataa ana kasiiran min alrasuli, in badan oo rasul ahaa qurumahum iyo murahooda laa nacrifuhum, maanu garanayno oo garasho looma leh, liana allaha, maxaa yeelay allah subxaanahu lam yukbirnaa canhum, allah noogama sheekeyn oo wuxuu ilaahay yidhi minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqus calayka, waxaa ka mid ah qaar aan ku sheegay nabiyadii iyo qaar aanaan ku sheegin bal. marka in badan allah subxaanahu watacaala nooga sheegay, laakiin akhbarana wuxuu noo sheegay an aadi reer caad buu nooga sheekeeyey allah subxaanahu, allatii lam yukhlaq midluha fi lbilaadi, kaasoo iyadoo kale arrada baa lagu abuuray oo dad ilaahay subxaana watacaala u nicmeeyey oo caafimaadkiiyey oo awoodkiiyey ahay. wabacata allahu ilayhim, allah wuxuu soo diray huudan calayhi salaam, huud baa loo diray oo iyaga ka dhashay. fakaana min amrihim, arrinkooda marka wuxuu ahaaday maa qasa allahu fi kitaabihi, arrinka allah ka sheekeeyey kitaabkiisi,
ومعناه روحه ويحمل نفسه كيين الله سبحانه وتعالى وهلاقي وما أسوأ دري معناها قبيل بالله أسوأ دري هلاقي ويو نوحه ويبابين سبع الله أسوأ دري سفرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حصون يجب معرفة يعني قدوم على الموت إيو سجود هلين كتب أهلين يو معناها سجود مع الموت لكل كل سياسي معنا وبدأ يتنفيذ في أسحاب يهود تنفيذ في حقوع على أسحاب سنين يهود ومرت جاهي لها لأي أسحاب يهود بارمي أهري ويوه من سنة فلا أن عدنا إلى مرتد من لوائي تنفيذ في بعض المدة في المدسل المدوية أسمع لا ندري كم هي مقرانا إن إنسا يا هيدنا وبقي حقوع على تنفيذ في أسحاب صالح أسحاب سنين صالح ووحا ويهير تنمو النسياس وغلا طبع عليه حق المرتد دينيين هنا صيحة لوها لدي أين لوها لدي وحل بالزاهي صاحي هو الذي نعمره معه وقوي الله الرمي ونسري حالك المرسل الذي صلاح بعضنا ورحكي لا نعدين إلى الغوة هذه المرسل لما توحيد في بعض المدرس المجسد إذن أنا لا ندري عما يقرني كم هي أنت يا هاي ثم ساعدنا بعث الله إبراهيم على الله الصدر إنه إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يوم أي مسلم إذن أرلو أقولك لما أنت أخوص مسلم وتشيري فجرى عليه وحى المرسل كرسمي وضعي من قوم يقوم حجي سبع ما جرى وحر عليه فهو ديني النبي إبراهيم وأمر به إبراهيم هويتي في أيام رميسي أو سارة سارة أيد أيام رميسي ثم دعا لنا أمر الله لوط لوح الرمي نبي لوط وقرأ في الله الشيء فأمر الله لوط لوط الرمي والله ومع هذا يروى أرسل سلا أهيد وضط الرعي إيرايين نسأله الله والله وروه لي وبرجاري ورفع قدره قدر في سنة الله وكره قاضي وجعله وقيا إماما للناس مدد في قد إمام بالغدية إن إبراهيم كان أمة بإله إمام بؤام لغدية ورهنون في الغدية وفيك في الغدية هي البراءة من الشرك وعن الشرك سنة ربنا نغاها الشركية هي عن الشركية لا يقعدني ومنذ ظهر إبراهيم سيدي أوصى بحير إبراهيم عليه السلام لم يعزم التوحيد وفيك في المواعين في دريتي دريس للمواعين مر البوحة كده يقار يعني كثير كثير كما قال تعالى في الله يريد وجعلها كلمة باقية الله يحقي لكلمة لا إله إلا الله يحقي لكلمة باقية في عقيده كلمة تحقي لهيسي لعله يرجعون فيه وصول أفضل فإذا كان هو الإمام قديم مرك إبراهيم ويهي هو الإمام إمام في الوجه هنا يهدي والله إمام خليهي كن جائلك للناس إماما بالله فنذكر الله نفسه إلا شيئا من أحواله شيئا من حاله في لا يستغني المسلم عن معرفتها مسلمنا أصلا كم عرمل كم تقوى إذا هي مركز عارفة في مركز تقبل الله ومعنى الشيخين فنقول واحد لنا في سعين وعقص على الله سعين حالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام قال إني يلي لم يتجد إبراهيم عن نبي إبراهيم في النبي عليه السلام قد ولي بين مسلم بي صلى الله عليه وسلم قد إلا ثلاثة كبيرات صدح جنود مين تنتين الله وحي عين منهن في ذات الله في ذات الله والله يجري معنا في انت الله سبحانه وتعالى وكل يتنين قوله من روحه ويا هذا الكعف إن استقيم المرفو قال فيه إن استقيم فهي أبحى عين العبادة ويجري مع الشرك وذي الشرك إلى عرف وأسلامت إلى عبادة ويجري مع الشرك وذي الشرك إلى عرف ويجري مع الشرك وذي الشرك فالنظر نظرة في الجمع فقال إن استقيم في مواصرنا هذه مثلا الله تشرين الوحي ويقعش عيسوين عيانا ومعك عيسوين 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 معنا عيسوين كتير النار ويهري وقوله إيه هذا الكثيرها بل فعله كبير من هذا وحرف لي فتأوين وصنمين مركي وبربري كيوين أو كثير هذي مركي ليري إلى هذي لا بربري وحي يري سؤوين ذا بربري ويبيه حتى هاد مكران فعلي وعي لين إلهين أنا ورقين هاد مكران فهو يحجر الواحد عبوه سان وحوح وحسر الكرين ومارس وحبان عبوه سان جاء عبوه سان بيه مركي وحسر يسوه إنه مريرا هذان بل إلهين ما هاد مكران ومركا شيء وشي وين قلبيه ما دعا روحا هاد الكريم او وشي بربريه شيء كلمي عبدية مركا بل فعله كبيرهم هذا هذا القسم ما دعما او حقيقا مركا او بجلعي هاي ابراهيم شي بربريه فايم وها لكن سلم كانوا شي بربريه شو يكون مركا ابراهيم مركا وشي كبير اني هايد معناه انه بيان وشي هاي اني فايم واحدة من نوحة هاي في فدحات في شأن السارة ارهن في السارة سوات السارة ارهن في سجان فإنه إبراهيم قدم أرض جبار وسيمت من وفتلنا الجبار ملك معنا جاهلا وتفدر الوحوي وأبغر الجاهلين وعلم ينقص عن الله عنه بانتنين وأتباع العلم الجنود لو واحد وانا صلى يخرم يهوي تدابير الإرادة وقواقف فإنه قدم أرض جبار من جبار الأنك ويمت ومعه سارة سوى وسمعها سارة وسارة إلى الصعب وكانت وحينا هاي سارة من أحسن الناس دفع ووقع سبعان بن عالم كيسم لهاي
فقال الله وصي المرسى إن هذا الجبار إن كان جبار في ذلك وليس تتلية إن يعلم هدوء على أن في مراسين هوانسي سيغلبني عليك وإيسا عبتانيا وإيسا قال المغنية وقبره يا بخي فإن سألت هدوك ريدية فأخبرني أشهد أن أختي أنا ولا شيء أشهد فإن سألوه أختي ولا شيء لا في الإسلام إسلامك ولا يقنع وإسلامك إن وعليني ما دام الناس أهلاء مسلم فلا أشهد فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيري فمجرنا يبي المسلم علي يبي عن عين وأهلاء ما أنت شغلها فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيره فيه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكم النبي والنهي عليه الصلاة والسلام منك هويل في سنة إيرايا أختي فتعنا وحوي ولودي ليا ما دام قمت ولا شيء يوفن عنين وهوين وفتبين في مساء ينسون أرن ولا شيء ينسون أرن ينو الأمي إنا وعلاكم في الإسلام فلما دخل أرجه مرقب في سوق عليه فآها وحى عرضي بعض أهل الجباري فت إنك الجبار فالوالم فوتنية فقرأ الله أها وحى عرشين كبدا فأتاه وأيمت فقال أرسل يربغ في مرقب ينزل لغا قدم أرض فأوسى وحيهم امرأة هوين لا ينبغي أن صاحب وانين أن تكون إلا لا شيء أو أها سؤالية إذا نهي هوين أذين في مرقبون عشتم بأرلاتهم فأرسل إليها وأوتري فأوتي بها والكين فقام إبراهيم إلى الصلاة إبراهيم صلاة بيستاني لما قال لنا وحلي الله سبحانه وتعالى بحديث الشرفي وإله سبحانه وتعالى وفحرم صلاة بك لي بالي جمع إن إله سبحانه وتعالى بالي فاتحكي في خبر ذبي ولما دخلت عليه مركبوك الشيني في دار انتهى لم يتمالك وإسطلون وإيه بالي وإسطلون وإيه عن بصوت يبدو إليها كعنتي سوى هديه وثلثه مرقم في جواتي كريم يشيبه وقوفت يده كعنتي سوى الغفل الله سبحانه وتعالى حج ولا يغفل قبضة شديدة قبل شدر انبع الغفل وهو حق الله وهو لو كان حنون وصل معنا قد كده وقال الله امرك وجبد وحفير الا الله يبر يعني يبلغ يدي ان قعد في شتاي وذلك الجبار كما الله انه يهي سمار في بات وكان وقعدت وهو حنون وقصين هو جبد لا ادي انه حق الله اي فصاته وهو قصين انا وزر لكن غير مو حقوق هذا الجبار هو وهو كان الله انت يا الله هو دانسني لكن الله انه شروع درني الى يفقد وانا سمعت انا وجرني فسوف يقول الله يودي وكان في سيدي فلس الله وحان قوتي الله مارك والله كنت ما قوتينا يا الله أدر فينا نقلين ومعنا هو فلما فوق هذا يا بيهما فينا نقلين فصعر دولي فسي سعادة وأنه غلي مركلة مركة عن أخرى ما سيبها كان الله فقوب إذا بيده كان في سيبها دان الله غفيا يشد مستدرا من القبلة الأولى قوى الشهر فقال الله مثل ذلك فيه فأدني يا الله إبر إمام فلس الله الله أدر سيبه مركلين فعاد لاسيما أم غريبة لمرك إلهي عز نبي فقبل ذلكه مركبة هدانا دعانت الغصي أشد من الغبنسين الأوليين فلذي قوى الشهر مستدرا بالغب فقال الله مرك إبن بسويه يقول الله الله إبري بلا أي أدلغ يدي كعانت إلي سجاي ولكن الله الله ترسينا وحنا الله فوصينا يا برقوف الغالية أنا نقضي فصعر دوه فسيف وأدلغ يده كعانت إلي سجاي ودعا وحوية لألي جاء بها سيك ودكيني أي أوياري فقال وحي إنك إنما جئتني بالشيطان هذا هو وحث لإماد كنين وحديثة سوى الشيطان بي ولم تأتيني بإنسان قف إماد كنين فأخذها من أرضي إلى سرق يبي وعطاها أسر في حاجر كوري هاجر هاجر في وصار أسر في هاجر هاجر نوحى ويجود أوحي شفي نبي إبراهيم عليه السلام وصار يوحي أبشر إسماعيل فأقبل دوي كنين فلما رآها إبراهيم مرفر إن صرف وتسجد من صلاتي وصلاتي وصلحي فقال الله أوحي لما هي يعني حال صورا ويطلوه معنا ما أمره طوي أمر تعالى صورا فقال الله يترى خيرا وخير بشر صف الله يد الفاجر الله وفعنا يقف في مصر دعان في جالسة وأخذ من خادم الخادم هو نسلسي ونغطى إذا قبنا فقال أبو هرير وحي يرى فتلك أمكم ساسوحة وهو يجن بي عرفت الله اللي يا بني ماء السماء يعني هو ما رسي أهرورك إياها عركو بي وماء السماء هو الرب كمان وصفوه الرب صدل يوم وخلوه حاول أقول لي وحوي عرفت واحد كنا ولا ينديها رحلي عرف الرب كنا ولا ينحوار دقت يا أنجلين ليش روح كذا يطور كذين أو عاوز تال وخمس نص ساعة يكحل ولا كنا ولا ينديها أنا بعد كذين بس أنا بس حلول لي الرب إني أو كان لو في المامية بس حلول ولا وحوي عرفت مركز أي يدي وكنا يعني هاجر بعد كان يد إسماعيل ولا شيء إسماعيل أو ضلي مارس يعني عرب أو ضلي يبا عرفت لك رقابه أقول لي عرفت هو عرب العارب اللي جاده وقحطانين ده يبا معها دوري يبا إسماعيل لكن عرفت ان كلوا مارس قريش كل منهم سنانه يسمين يخبيح يطلع اسمان وعرفت احد من يد اليابي هو واحد هاي الدريدي نبي اسماعيل عليه السلام وللبخاري
بخاري واحد خصوصا أن إبراهيم لما سئل عنها إبراهيم مثل ويدي وقبلا لويدي قال وصير هي أختي يروى ولا شيء ثم رجع إليها مركب أصول الله في دولي فقال وصير لا تصدي لي حديثي هديني هذا القيوبي فإني أخبرتهم وحن وصير أنك أختي إن أطهي ولا شيء والله ما قدرتي ما على الأرض أهلوك فلما أنت مصرنا مؤمن غيري وغيرك مؤمن علي لذي أنا فأرسل بها إليه مركب أدري فقام إليها ووشي إستاني دولي بني نسي بالنكا فقام لها إستاني فوضع إلى ويسي سنة وتصلي تكني فقال بحكر اللهم الله إن كنت وكان يا من تبك فكان يا قف أليه كرمي وبرسولك رسولك أذن رمي وأحسنت أن تكف بي فرجي فرجي يا سيلة لي إلا على زوجي زوجك سعيد عن هاي النسيلة لي ولا تتلق علي يد الكاس هاي وصل لني وهي قدر إنك عمت معنا جالس فقضى مركب قيله فقيل أويت قفت هردم معنا صوري صوفلة صديد بالي لغاما قفت هردم مركب معنا صوت حيوي سياسة طلب وحل يحنون درسي بولو قيلي ده حتى ركب برجله الأرض إلى أولوك وخبر عيد رسي بالي فقال واحد يا اللهم الله إن يموت هدور انتو يقال وحل أرانا يا هي قتلت يا بشي حيا لما تسمع أي واحد يحكي وذان بدي على ذا هاي وننسى عدي حكاها بي يحكي وذان فدي مرتب بقر في مرهي جوار اللي يجري وبقصي ويسفل انتو فحيك بقر يلي رأيه يا بشي معنا بقرس إلى مرتب إليه السيسة يا عاصمة دي ثم قام إليها مرتب ويسا يا مرتب جواد حديه فقامت ويسا شكس ووضع وصلي إذا وسسنة وتسنة السماء وتقول واحد كريم اللهم إن كنت آمنت بك برسولك وأحسنت سرجي إلا على زوجي سعي مرتب يا خذي يا خذي فلا تصلد علي هذا الكاس قال كاي وصل لجنبه فغطى مركب يسوى نسيه فلأو قيدي حتى ركض برجله إلى اللص وفقر عهد الكاس فقال واحد كريم اللهم الله إن يمت وضول لنسو يقال واحد يرني هي قتل في جديدي أرسل في الثاني يتمر لها الدرع والسيكا إلى عاسمه أو الثالث إذا عمر سبحان فقال وحيري برسود البيسي وحيري والله ما أرسلتم إلي إلا شيطان الله أقول أرسي إلا أن الشيطان هم ينفرون بي فالله أقول أرسي الله ينجر وجرنا يا الله سوحي وظالم أنه بيسيني وي أمرك الله سوى صدوي أرسعوها وعلي بير إلى إبراهيم إبراهيم وعلي وعضوها فيها هاجر فيه فرجع الأسوى النغطي إلى إبراهيم بأسوى النغطي فقال الوحي كراشة أرسل مرسل يدسل أن الله ثبت الكاف الله إنه قال في كله وإلهي قال في ناقصي وأخدم وليد فنجورنا إنه نسيه جارية ومعنى أضرنا إنه نسيه إلهي سبحانه وتعالى نجعلت في ناقصي نوكسه بذكر معنى وهو بشاري فكان عليه السلام وصناها عليه السلام نبي إبراهيم في أرض العراق ملك العراق ومرته للسلام وإلهي كتب ساري وبعد ما جرى عليه أي معناها دعضي من قومه ما جرى وشك عبر كدعين أقوم كدعين ودينيين هاجر إلى الشام الشام بسوى هاجري واستوطنها وطن بكت احتواتي إلى أن مات فيها إلى أقبل في معنى الشام وأعطفه وحي في سارة سارة الجارية جوري في سيارة التي أعطاها وسي الجبار ومن الجبار كان ووقعها دولة ومركة إبراهيم وقرسي وولد له إسماعيل دولة عليه السلام فغير بيحا مركة غيرة كل عمي ومسير في سارة سارة غيرة واحد ويوار وهوين فلو باري وليلي مدي كل سبرة واحد لدي أجر في الشيء معنى دور البنى والدي أرسى معه لكن واحد ويقفنا وقفت سبرة كراء وواحد ويسبرة ومركة أجر وين يجر جوين إلي إله أجي وهنا واحد ويقف ضعيف ونفسي أكار في ويما فغير سارة فأمره الله وقال الله وأمرته وعمره بإبعادها إلا يفضل يعني كودان يخلص بي يا الأمر.